الجلسة الثالثة، الجزء الخامس. في هذا الجزء سوف نتعلم إضافة تقرير إلى صفحة الإخراج الخاصة بنا، إلى صفحة اللي-أوت. التقرير ما هو؟ التقرير عبارة عن جدول مختصر. لماذا مختصر؟ لأننا نضع فيه مجموعة المعلومات التي تتوافق مع الهدف من صفحة الإخراج اللي-أوت التي نتعامل معها، أو تتوافق أو تغني الفكرة المطلوب عرضها على ورقة الإخراج layout. لا نضع كامل الجدول، جدول كبير لا تتسع له صفحة الطباعة، وإنما نضع جدول مختصر. طبعا هذا الجدول المختصر من أين يتم اشتقاقه أو تأليفه؟ يتم اشتقاق الجدول المختصر الذي هو التقرير من جدول خصائص الطبقة. الآن سيتضح كل شيء بتنفيذ خطوات إنشاء التقرير وإضافته إلى اللي-أوت. سنفتح ملف موجود سابقاً من أيقونة Open. نذهب إلى عملنا السابق الذي خزناه باسم Native Americans. نقوم بفتح هذا الملف. طبعا هذا الملف واللي-أوت الذي خزناه سابقا سنعمل عليه الآن لإضافة التقرير. طبعا قبل إضافة التقرير أو أي شيء، أصبح معروفا لدينا عملية Save As، سنتجاوزها الآن من أجل اختصار مدة الفيديو. نذهب إلى Data View. نذكر أن الداتا فيو للتحرير والداتا ولايأوت للعرض فقط. ذكرنا أن الجدول مختصر، لذلك سنقوم ب أو التقرير مختصر، لذلك سنقوم بتحديد السجلات التي سوف نضعها ضمن التقرير. نفتح جدول خصائص الطبقة. هذه هي الخصائص كلها الموجودة في جدول خصائص الطبقة. طبعا ما يهمنا الآن Native American، السكان الأصليين. إذن نذهب إلى هذا الحقل American، نحدد هذا الحقل، ننقر على العنوان ونأخذ ترتيب تنازلي. نأخذ الترتيب التنازلي بهدف أن يكون الولاية التي تحتوي على عدد كبير من السكان الأصليين موجودة في أعلى الجدول. إذن ستكون الولايات التي تحتوي على عدد كبير نسبيا طبعا للأكبر من السكان الأصليين توجد في أعلى الجدول. إذن يتم الترتيب بناء على هذا الحقل، ونلاحظ أن القيم الأكبر في الأعلى ثم يتم التناقص. سنأخذ أول 12 ولاية الأكثر من حيث عدد السكان الأصليين. يتم تحديد السجلات بالشكل التالي. من هنا المربع هذا السجل الأول، ثم نحدد 12 سجل تقريبا حتى هذه الولاية من مينيسوتا. طبعا بالضغط على مفتاح الشيفت مع النقر على هذا المربع تتحدد 12 سجل دفعة واحدة. إذا حددنا السجلات التي تحتوي على أكبر عدد من السكان الأصليين، نغلق الجدول ونلاحظ أن هذه الولايات تم تحديدها على الخريطة. ذكرنا بالدروس السابقة أن هناك ارتباط ديناميكي بين الجدول والخريطة، أي تحديد أي سجل على الجدول ديناميكياً يتحدد الكائن المقابل له على الخريطة، والعكس بالعكس لو حددنا كائناً على الخريطة يتحدد بشكل مباشر السجل التابع له على الجدول. إذن هذه هي الكائنات تم تحديدها. مثل أي برنامج عندما يكون لدي أي شيء محدد فإن الأمر الذي آخذه أيا كان ينفذ على الشيء المحدد فقط. وهنا لدي كائنات محددة، إذن الأوامر التي سآخذها من الآن فصاعدا سوف تنطبق فقط على الكائنات المحددة والتي هي 12 كائن. الآن نبدأ بإنشاء التقرير. إذن التقرير سوف يتضمن 12 كائن فقط،
إنشاء التقرير من القائمة View نأخذ Report، يتفرع منها قائمة أخرى نأخذ منها Create Report. طبعا بالنسبة لإنشاء التقرير أو إنشاء المخطط فيما بعد يختلف جدا خطوات الإنشاء من نسخة إلى أخرى حسب النسخة التي نعمل عليها. أنا هنا أعمل على نسخة 10.5، سوف أنشئ التقرير بناء على خطوات المعالج لهذه النسخة. 9.3 يختلف جدا بالخطوات، لكن كل طالب يستطيع أن يمشي بهذه اللوائح ببساطة شديدة. هنا ماذا لدي؟ لدي الـ Available Fields، أي كل الحقول المتاحة. طبعا هذه الحقول كلها أين هي؟ موجودة في جدول خصائص الطبقة. هنا Report Fields، حقول التقرير. إذا أنا التقرير أضع فيه الحقول أو الخصائص التي تهمني فقط، التي تغني الـ Layout أو فكرة الـ Layout التي أريد إيصالها للآخرين. بالتأكيد نحتاج إلى اسم الولاية بالنقر المضاعف، تضاف مباشرة هنا إلى حقول التقرير. يهمني عدد السكان في 2003 بالنقر المضاعف، تضاف مباشرة إلى حقول التقرير. طبعا بما أنه ناتيف أمريكانز، إذن سنضيف عدد السكان الأصليين أمريكان. هذه حقول سيتضمنها التقرير. باقي حقول الجدول التي هي البيض والزنوج والآسيويين لا تهمني، والمساحة والكثافة لا تهمني، يهمني فقط هذه الحقول. Next. هنا لا نغير أي شيء، سيتم الترتيب بهذا الشكل للحقول. Next. هنا كيف سأرتب الحقول في الجدول؟ أيضا سوف أختار بناء على عدد السكان الأصليين، وأن يكون ترتيب الحقول تنازليا من الأكبر إلى الأصغر. هنا هذا المكان يمكننا من إضافة بعض العمليات الحسابية والإحصائية على التقرير، كمتوسط عدد السكان الأصليين في هذه الولايات، أو مجموعهم كلهم في هذه الولايات، أو القيمة الكبرى لهم، القيمة الصغرى إلى آخره. لن نعمل في هذه النافذة، يترك للطالب حرية التجريب فيما بعد. ننتقل للخطوة التالية، سيكون التقرير بورتري، إذن اتجاه التقرير عمودي ضمن ورقة اللي أوت. نذهب للخطوة التي تليها، هذا هو التصميم، نحافظ عليه أو أردنا تغيير التصميم، للطالب حرية التجريد، وننهي التقرير Finish. إذا أذكر أن خطوات إنشاء التقرير تختلف من نسخة إلى أخرى. هذا هو التقرير، ظهر عندي كما اخترت تماما. اخترت 3 حقول، ها هي State Name، Pop 2003، والأمريكان ناتيف أمريكان سكان الأصليين. طبعا إذا أردنا أن نعد هذه السجلات فهي 12 سجل، من الأكبر إلى الأصغر، مرتبة من الأكبر إلى الأصغر. هذا هو التقرير. كيف أتمكن من حفظ التقرير لكي أضيفه فيما بعد إلى صفحة Layout؟ من هنا، من نافذة، من تقرير، شريط أدوات التقرير، من هنا Save As، أقوم بحفظ التقرير. طبعا التقرير نعطيه اسما ناتيف، Americans، و Report بما أنه تقرير. الملاحظة الهامة جدا، يجب أن ننتبه إلى نوع الحفظ، Save as Type، نوع الحفظ. يجب وفقط اختيار نوع الحفظ بامتداد RTF، بامتداد RTF اختصارا ل Rich Text Format، Rich Text Format. هذا التنسيق فقط من الحفظ هو المدعوم من قبل الـ Layout.
إذا حفظت بهذا النوع أستطيع إضافة التقرير وفتحه ضمن صفحة Layout. غير هذا النوع من الحفظ لا يمكن فتح التقرير في صفحة Layout. بالنسبة لي مع الأسف أثناء تنزيل النسخة لم يتوفر هذا الامتداد أو هذا النوع من الملفات، لكن لا بأس يمكنني إضافته دون أن يتم فتحه. المهم أن يكون عند الطلاب الامتداد RTF حصراً، هو التنسيق الوحيد المدعو من قبل Layout، وبالتالي يمكن فتح التقرير ضمن صفحة Layout. طبعاً مكان الحفظ جيس GIS Tutorial و Save. بعد أن قمنا بحفظ التقرير يمكن إغلاقه. الآن سنضيف التقرير إلى صفحة Layout. ننتقل إلى View Layout. قلنا معظم الأشياء التي سنضيفها إلى Layout موجودة ضمن القائمة Insert. نختار Object. نختار Object. Insert Object. في هذه النافذة نأخذ الخيار الثاني Create from File. من Browse نذهب ونحضر التقرير الذي خزناه للتو. ها هو Native American Report. طبعا أنا بامتداد مخالف، لكن هذا هو المتوفر. المهم أن يفهم الطالب الفكرة. و Open و OK. ها هو التقرير. ها هو التقرير. نضعه في المكان الذي نريده. طبعا هو جدول. نكبر نافذة التقرير أو إطار التقرير بشكل يظهر معنا كل العناصر الموجودة فيه. طبعا ذكرت لأنني لم أحفظ في RTF، تنسيق RTF لا يمكن فتح الجدول هنا، لكن عند الطالب ينفتح الجدول والتقرير كما رأيناه سابقا عندما قمنا بإنشائه. الآن طلاب لدي سؤال، لماذا قمنا بتكبير حدود المجالات هنا؟ لماذا قمنا بتكبير حدود المجالات هنا؟ كان آخر مجال حوالي المليار، لماذا أو 100 مليون؟ لماذا قمنا بتكبير حدود المجالات بهذا الشكل؟ هذا السؤال الثالث، يرجى الإجابة على الخاص. طلاب نذكر اسم الطالب. طبعا طلاب لو سمحتوا اسم الطالب مرة واحدة وإجابات كل الأسئلة في نفس الرسالة. ليس كل سؤال برسالة جوابه برسالة مستقلة. إذن اسم الطالب مع رقم السؤال والإجابة عليه لكل الأسئلة في رسالة واحدة. طبعا الحفظ للليأوت الخطوة الأخيرة لا داعي لها الآن، اختصارا لزمن الفيديو.